بسم الله الرحمن الرحيم. أكاديمية مصر للتنس الأرضي تحييكم. هنشتغل في فيديو المباراة في التنس. إيه هو المباراة في التنس؟ الماتش يعني اللي خاص بالتنس الأرضي. مباراة التنس ملهاش وقت، ليس لها طيب. ملهاش وقت محدود، لأن بتربطها طبعًا مجموعات وأشواط، ولازم كل لاعب يوصل لنقاط معينة عشان يفوز بالمباراة. هناك طبعًا في مباراة فردي، في مباراة زوجي، في مباراة مختلط. المختلط بيبقى زوجي، زوج المختلط. يعني الفردي سيدات مع سيدة مع سيدة، رجال رجل مع رجل، زوج المختلط بيبقى ست وراجل وراجل وست. وبتقام المباراة بنظام المجموعات، وكل مجموعة فيها ست أشواط. يعني احنا قلنا في المجموعة فيها ست أشواط، عشان تبقى مجموعة كاملة فيها ست أشواط. طيب، في بطولات الرجال في جراند سلام بيبقى خمس مجموعات. الخمس مجموعات يبقى لازم الماتش ينتهي على ثلاث مجموعات عشان يبقى في فائز، يبقى انتهي بالنسبه للرجال. اما بالنسبه للسيدات بيبقى ثلاث مجموعات، لازم السيده تاخد مجموعتين عشان تبقى فايزه بالمباراه. طب عايزين نوصل في احتساب النقاط، زي كيفيه احتساب النقاط. اذا فاز اللاعب بالنقطه الاولى مثلا 15، اللي هي واحد بس، احنا عرفنا معدي عندنا 15 30 40 جيم، خد 15 وبعدين خد النقطة اللي بعديها النقطة الثانية يبقى 30، خد النقطة الثالثة يبقى 40، وخد النقطة الرابعة اللي هي نقطة الجيم. كده يبقى المباراة، يبقى كده الشوط اتاخد أو الجيم حصل على الجيم. طيب نفترض وصلوا، بيمشي معاه واحدة 15 15 30 30، وصلوا 40 40، بقى ديوس. واحنا قلنا في الديوس يعني التعادل. ديوس وصلوا 3 3 أو نقول إيه 40 40 بلغة التنس. يبقى لازم لاعب من اللعيبه ياخد كورتين متتاليتين عشان يقدر يفوز بالجيم. يبقى لازم هنا في الديوس اللاعب ياخد كورتين متتاليتين يعني ورا بعض عشان يقدر ان هو فاز بالجيم. طب لو تعادل اللاعب 40 40 زي ما قلنا وخد نقطتين متتاليتين ورا بعض وهو ماشي معاه، يبقى هو حصل على الجيم. لازم احنا لازم في حاله الفوز، حاله الفوز ياخد كورتين متتاليتين ورا بعض، واللاعب كده يبقى فاز بالمجموعه بتاعته. طيب احتساب الاشواط، احنا قلنا دلوقتي ايه، احتسبنا النقطه. الشوط متكون من 15 30 40 جيم كده شوط. المجموعه بتتكون من ست اشواط. اللاعب اللي يكسب المجموعه لازم يكون فرق مجموعتين، بمعنى يكون 4 2 مثلا، او فرق منه، او وصلوا 5 5 في الاشواط، بقى يوصلوا 5 5 يبقى لازم يلعبوا على شوطين. يبقى لو وصلوا 5 5 لازم اللعيب برضه زي الديوز كده لازم يوصل ياخد شوطين ورا بعض عشان يفوز، يبقى الفرق 2 7 5 وهكذا. طيب احتساب النقطة بقى في الأشواط ازاي؟ احنا خلاص خلصنا النقطة، احتساب النقط في الأشواط، النقط نقطة مع 15 30 40 جيم. طب عاوزين نعرف ازاي اللاعب يبقى امتى تضيع منه النقطة؟ يعني ازاي أو يحصل الخصم على نقطة، أو أنا أحصل على نقطة، اللاعب اللي بيلاعب زميله يحصل على نقطة. إذا لمس اللاعب الكرة أو ضربها أكتر من مرة في منتصف الملعب تحتسب عليه. إذا لمس اللاعب أو مضربه أو مضرب اللاعب الشبكة الموجودة في منتصف الملعب تحسب عليه أيضا. إذا لعب اللاعب الكرة قبل أن تعبر الشبكة، يعني قبل ما تيجي تعبر الكرة وخلص والمضرب بتاعه دخل الملعب الثاني تحسب عليه أيضا. إذا لمست الكرة اللاعب نفسه، يعني لمست التيشيرت بتاعه أو لمست الشوز تحسب على اللاعب. إذا نقدر نخرج بمعلومة إن إذا لمس اللاعب الكرة أو ضربها أكتر من مرة تحسب عليه، إذا لمس اللاعب مضربه أو الشبكة الموجودة في منتصف الملعب تحسب عليه، إذا لعب اللاعب الكرة قبل أن تعبر الشبكة، يعني لسه الكرة عند الخصم وراح دخل مضربه داخل الملعب تحسب عليه، إذا لمس في الكرة مثلا التيشيرت أو الشوز أو أي مكان في اللاعب تحسب عليه. شكرا، وإن شاء الله نتقابل في فيديو آخر.